معي عبر الهاتف الدكتور أحمد زايد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور أحمد، كيف ترى هذه الزيارة لوزيرة الخارجية الألمانية وما تمثله من شراكة مع الحكومة الألمانية الجديدة وتعزيز التعاون مع الجانب الألماني؟ نعم، في الواقع أن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأولى لمصر والأولى للشرق الأوسط، وهي أول دولة خارج أوروبا وأمريكا، تعكس أهمية ودلالات مهمة، وتأتي في توقيت حقيقي مهم بالنسبة للبلدين، سواء على صعيد تدعيم العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الثمانية الماضية في عهد الرئيس السيسي على المستوى الاقتصادي، حجم التبادل التجاري ارتفع إلى أكثر من 4.5 مليار يورو، وهو يمثل رقم كبير بالنسبة للبلدين. أيضا على المستوى السياسي والتنسيق المستمر، كل هذا بيعكس حقيقة أن العلاقة بين البلدين هي علاقة شراكة استراتيجية ممتدة في مسارها الثنائي أو في مسار القضايا المشتركة والتحديات التي من خلال التنسيق بين البلدين يتم مواجهة هذه القضايا. بالطبع توقيت مهم، سواء فيما يتعلق بوجود طبعا يعني بعد مرحلة المستشارة ميركل وتولي المستشار شولتز في ألمانيا، بتعكس أيضا أن تؤكد أن ألمانيا وتوجه الحكومة الألمانية هو استمرار وتطور العلاقات القوية بين البلدين، خاصة أن مصر تمثل أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وألمانيا التي تعد قاطرة الاتحاد الأوروبي بتعكس خصوصية هذه العلاقة والرغبة والإرادة السياسية في دفع هذه العلاقة للأمام. طبعا تأتي في توقيت مهم بالنسبة لقضايا عديدة في المنطقة، وبالطبع منها الملف الليبي والتطورات في ليبيا، خاصة بعد دعم مصر لقرارات البرلمان الليبي بتشكيل حكومة جديدة بما يساهم في دفع ليبيا نحو الاستقرار، نحو تحقيق خريطة الطريق، نحو المضي قدما في باتجاه الحفاظ على الدولة الليبية وتحقيق الازدهار لليبيا. واعتقد ان الجانب الالماني يتقاسم الرؤية ويتشارك الرؤية مع مصر في ضرورة دفع العملية السياسية، في ضرورة إزالة العقبات أمام الحل السياسي، ومنها بالطبع إخراج القوات المرتزقة والتدخلات الخارجية، تفكيك أسلحة الميليشيات. كل هذا بيعني أن هناك دعم مصري وألماني ودعم أفريقي وأوروبي للعملية السياسية في ليبيا، دفع هذه العملية للأمام. هناك أيضا ملفات مهمة منها عملية السلام، هناك أيضا تقاسم الرؤية وتوافق كبير بين مصر وألمانيا حول ضرورة إحياء عملية السلام في إطار حل الدولتين بما يحقق السلام العادل والشامل ويضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67. كل هذا أيضا هناك تشارك وتوافق في الرأي حول محاربة الإرهاب والتحديات المتزايدة، خاصة في ظل تماهي العالم الآن منها ألمانيا مع الرؤية المصرية التي تقوم على المواجهة الشاملة للإرهاب، المواجهة التنموية والفكرية والأيديولوجية والاقتصادية، ويمثل أهمية كبيرة وحقل الارتكاز في مواجهة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. يرتبط بها أيضا زيارة الهجرة غير الشرعية التي تتضرر منها أوروبا بشكل كبير، خاصة هناك إشادة حقيقية من الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحديدا بدور مصر في مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا كبيرا من خلال أيضا المعالجة وتكثيف بيئة الهجرة غير الشرعية. هي وصفت من قبل الوزيرة بأنها دور إنساني مقدر. صحيح، هذا نقطة مهمة، لأن نعم، دائما مصر تنحاز مع المصالح مع قيم القانون الدولي، تتعامل مع المشكلات والتحديات من منظور المقاربة الشاملة التي تعالج الجذور، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية التي تأتي من أفريقيا ومن الشرق الأوسط من خلال تسوية النزاعات والحفاظ على الدولة الوطنية ورفض الإرهاب والفكر المتطرف والتسوية السياسية لهذه القضايا. كلها تعكس حقيقة الإدراك والتقدير الألماني لمصر، لأن حقيقة منطقة الشرق الأوسط مجاورة لأوروبا، وأوروبا تتأثر بشكل مباشر بما يحدث فيها من تطورات أو صراعات أو حروب، وبالتالي هنا حجر الزاوية في معالجة هذه التحديات هو مع التنسيق مع الدور المصري باعتباره الدور والمفتاح الأساسي في التعامل مع كل هذه التحديات. وهنا تنبع أهمية هذا الحرص والرغبة دائما من جانب ألمانيا والدول الأوروبية على التطوير وعلى التنسيق والتشاور دائما مع العاصمة المصرية ومع المسؤولين المصريين فيما يتعلق بمواجهة كل هذه التحديات، ويعكس حقيقة أن مصر الآن تمثل أحد اللاعبين الأساسيين فيما يتعلق بكل هذه الملفات والتحديات. وهناك أيضا قضية تغير المناخ تمثل أهمية مهمة، أن الرئيس السيسي اشترك أمس في مؤتمر محيط واحد، وكلها بتعكس التقدير الأوروبي لدور مصر في مواجهة هذه الملفات. أشكرك دكتور أحمد زايد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام.